السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا خبر حلو قوي. أخيرا شيرين عبد الوهاب بتعترف بحملها مع بنتها وبتفكر في الرجوع مرة تانية لحسام حبيب. هنعرف التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. I love you so 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 much and I appreciate you. انتشر في اليومين اللي فاتوا خبر حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، وان حسام كان عارف ان شيرين حامل قبل انفصاله عنها، ومع ذلك انفصلوا عن بعض، وكانت الاخبار دي كلها مجرد توقعات. لكن بعد كلام الاعلامي عمرو اديب عن شيرين في برنامج الحكايه، لما قال ان نفسيتها وحشه قوي الفتره دي رغم ان بناتها حواليها وجمهورها بيحبها وبيسندها، لكن واضح ان لسه شيرين بتحب حسام ومحتاجاه له جنبها ونفسها ترجع له. وعلى فكرة هي قالت بنفسها الكلام ده قبل كده، قالت بالنص حسام في قلبي وأنا لسه بحبه. تعالوا دلوقتي نشوف شيرين عملت إيه مع عريس قصر البارون اللي حضرت فرحه من كام يوم. شوفوا كتبت إيه على بدلة الفرح بتاعت العريس. كتبت بحبك، وده أكبر دليل على إن مثل فاقد الشيء لا يعطيه مش حقيقي، لأن فاقد الشيء ممكن يعطيه ويعطيه بزيادة كمان. ومن ساعات قليلة انتشر خبر إن شيرين اعترفت بحملها. ملامحك نفسي ملامح ملاك الحارس وأنا جيت أهو. لكن لسه لحد دلوقتي مش متأكدين من المعلومة دي، لكن الحاجة الأكيدة إن شيرين تعبانة بعيد عن حسام حبيب ونفسها ترجع له بجد، خصوصا بعد موضوع الحمل ده لو كان صحيح، فأكيد هي تحتاج حسام جنبها خصوصا في الأيام اللي جاية. ربنا يسعدك يا شيرين، كلنا بنحبك وبنتمنى ليكي كل الخير. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.